اسمي كارما، شغالة في شيبوتيل. الحادثة اللي حصلت لي دي كان عمري وقتها 19 سنة. أنا دايما بحب أعتمد على نفسي من وأنا صغيرة وأشيل مسؤولية. وفي يوم كان الجو برد جدا وكنا في عز الشتاء، كنت شغالة الوقت متأخر. كان في اليوم ده معايا الكاشير وكان اسمه وائل، وكان معايا الطباخة تمارة. كانت الساعة حوالي 8 بالليل، كنت بمسح الترابيزات بعد ما العملاء يخلصوا أكل. سمعت صوت دوشة عالية جدا وكان في صوت عربية بتفرمل بسرعة. بصيت لوائل ولقيته بيبص من الشباك وبيشوف ايه اللي حصل. لاحظت ان وشه كان باين عليه القلق. لثانية حسيت ان في حرامية داخلين علينا المكان وهنتعرض للسرقة. لكن بعد كده لقيته بيقول المفروض الستات دول ما يسوقوش ابدا. ليه يا وائل؟ ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة، واحدة ست فرملت بسرعة، ما تشغليش بالك. رجع مكانه وانا رجعت لشغلي. بعدها جه مجموعة بسيطة من العملاء وكنت بشوف طلباتهم. كان الباب اتفتح في الوقت ده ودخلت ست غريبة الشكل. كانت لابسة لبس تقيل بسبب البرد وقعدت على ترابيزة في زاوية في اخر المحل. كانت منزلة راسها لتحت طول الوقت. رحت علشان اشوف طلباتها، لقيت وائل بصص لها ومندهش منها جدا. ايه يا وائل، في ايه؟ بتبص لها كده ليه؟ ايه مش فاهم، تقصدي ايه؟ محسس انك عارف كل الستات. بطلي كلامك ده، اصل الست دي اللي شفتها برا هي دي اللي فرملت العربية بسرعة. وايه المشكلة؟ انت فاكرها مجنونة يعني؟ لا لا، بس لما شفتها برا كانت بتهز راسها بطريقة غريبة وبتكلم نفسها. ممكن تكون سكرانة وعلشان كده متهورة في سواقتها. ممكن، انت بس بتفكر في الموضوع اكتر من اللازم. رحت لحد عندها علشان اشوف طلباتها. كانت قاعدة بنفس الطريقة ومش بتتحرك من مكانها خالص. اهلا بيك في شيبوتيل، ممكن اخد طلب حضرتك؟ ممكن حضرتك تقولي لي طلبك يا فندم؟ كانت قاعدة زي التمثال. فكرت انها ممكن تكون تعبانة او نامت وهي مش حاسة. جيت اقرب منها لقيتها مرة واحدة بصت لي وخوفتني جدا. انت عايزة ايه؟ مفيش، انا بس كل ده. انا بقالي هنا اكتر من ساعة ومحدش عبرني. على الرغم انها كانت لسه جاية من شوية وسألتها اكتر من مرة على طلبها، لكن اتكلمت معايا بشكل وقح جدا. ولكن اغلب الزباين كده بيتعصبوا عليا وبدون سبب. حافظت على هدوئي وبعدها قلت لها انا اسفة على التأخير، اتفضلي قوليلي طلبك يا مدام. عايزة قطعة لحم واحدة وواحد بوريتو وكوباية عصير ليمون كبيرة وبسرعة، والله هفضل هنا طول الليل. حاضر، هيكون الطلب جاهز بسرعة. اديتها ظهري علشان احضر طلبها وسمعتها وهي بتقول بصوت واطي شقرة غبية. انا دمي بيغلي، كان نفسي اضربها بالقلم لكن ده يومها المحظوظ. دخلت المطبخ علشان الطباخ يحضر طلبها. الست الغبية انا مش طايقاها. مالك بس، مين مزعلك؟ في عندنا عميلة مجنونة. اهدي بس، بكرة خدي اجازة، احنا تعودنا اننا نقدر نتعامل مع الزباين اللي زي دي. قوليلي ايه اللي هي طلباه. اديت تمارة الطلب وبدأت تحضره. كنت حاسة بالعطش جدا ورحت علشان اشرب وبصيت على الست دي من جنب عيني. لقيتها رجعت لوضع الهدوء بتاعها تاني. كان اللي يشوفها كده ما يصدقش ابدا انها كانت بتصرخ في وشي من شوية. وبعد شوية صغيرين دخل اتنين من العملاء ورحت علشان اشوف طلبهم. اتجاهلتها تماما. كان التلج بره كتير وكان عدد الزباين قليل جدا لبرد الجو. بعد مرور 10 دقايق رنت تمارة الجرس وعرفت ان اكل الست المجنونة خلص. اخدت الاكل ورحت على الترابيزة بتاعتها. كنت عايزة احط لها الاكل وامشي على طول. اتمنى الاكل يعجبك يا فندم. وفين كلمة هانم؟ نعم، المفروض تقوليلي تفضلي يا هانم. عفوا، حضرتك تقصدي ايه؟ قامت من مكانها
وقربت مني. أقصد إنك أسوأ واحدة شفتها في حياتي. أنت شايفة نفسك إيه؟ إن العالم كله تحت جزمتك وإنك أجمل واحدة؟ لكن أنا هنا علشان أقولك الحقيقة. فوقي يا جميلة، أنت مش في الجنة. بدأت الدموع تنزل من عيني لأنها زقتني قدام الناس كلها. سمعت وائل وهو بيصرخ فيها: مدام خلصي أكلك وخرجي برا وإلا هتصل بالشرطة. كانت الست بتبص لوائل وكأنها عايزة تموته، وبعدها ظهرت ابتسامة عريضة ومرعبة على وشها ورجعت قعدت لمكانها تاني. ما تكلمتش أي كلمة وبدأت الأكل وما اعتذرتش على اللي عملته. مسحت دموعي ورحت عند وائل: ممكن تبطلي عياط؟ اهدي يا كارما، تعالي معايا وانا هوريكي هعمل فيها ايه. انا كويسه بس مفيش حد كلمني ابدا بالطريقه دي قبل كده. هي اصلا ما تعرفنيش علشان تشتمني وتكلمني كده. اهدي. هداني وائل وابتديت اشوف شغلي. كان فاضل الست دي واخر تلات عملاء كانوا على وشك انهم يخلصوا اكل. كنا على يقين ان مفيش حد تاني هيجي في الليله التلجيه دي. كانت تمارا بتنظف المطبخ وانا كنت بجمع اخر اطباق العملاء. راحت الست دي عند وائل عشان تدفع الفلوس. فضل وائل سايبها شويه ومش بيعبرها. فضلت واقفه شويه وكنت شايفه عينيها كلها غضب. هي دي الطريقه اللي بتعامل بيها العملاء يا استاذ؟ لا طبعا، المجانين بس يهاني. ابتدت تتعصب جدا وعلامات الغضب ظهرت عليها بشكل جنوني. بدأت تكسر في كل حاجة ورمت الكرسي والحلويات المحفوظة وصدمت وائل بشاشة الكمبيوتر. عايز تتصل بالشرطة؟ اتصل يلا. راحت عند الديسبنسر وشالت القارورة من مكانها وحدفت بيها وائل في وشه. اتبهدل وائل بالمية وكان الجو برد جدا. ابتدوا العملاء يخافوا من تصرفاتها المجنونة. انا هوريكم اسوأ ليلة في حياتكم. كانت بتصدم رجليها في الارض وبتحطم اي حاجة تقابلها. كان في تليفون مع تمارا واخدته واتصلت بالشرطة. فضلنا مستخبيين منها لحد ما جم رجال الشرطة. كانت بتعافر وعايزة تهرب منهم وكانت بتصدر اصوات غريبة ومرعبة. انا حاسه اني محظوظه لان الست دي ما كانتش معاها اي سلاح، والا الله اعلم لو كان معاها سلاح كان ممكن تعمل بايه.